طموحها بملعب الاسكندريه سعيد ان يكون معنا حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري واحد الحراس المتالقين في الكره المصريه منذ عده سنوات ومستوى ثابت واحد اسباب يعني نقول تفوق الاتحاد في هذه المباراه. كابتن علي فرج، كابتن علي بقول لك النهارده الف مبروك الفوز الثاني على التوالي، واعتقد فوز مهم جدا لنادي الاتحاد النهارده. ربنا يعزك يا رب. طبعا بحمد ربنا على الفوز، طبعا بسلم على كابتن خالد وعلى ضيوف الكرام. طبعا احنا المباراه دي بنهديها لزميلنا يوسف، وطبعا بقول لشهادة المشاهدين ان هم يدعوا له بالمغفره والرحمه. يوسف كان على خلق يعني احتسب على خير ولا نزق على الله احد طبعا، والحمد لله كان في حاجه من كابتن حسام وكابتن ابراهيم امبارح ان هو بعد التمرين خلانا نزور زميلنا شيكو، والحمد لله اطمنا عليه ورجع لنا الملعب بالف سلامه. الصحيه مطمنه؟ الحمد لله، حاجات كده بسيطه ان شاء الله تاخد وقت كده ان شاء الله، ربنا يا رب يكرمنا كده ان شاء الله. كان حاجه كويسه ان احنا شفناه وطمنا عليه طبعا بعد الجرح اللي اللعيبه كلها جرحته بموضوع يوسف. طبعا احنا مش قدامنا حاجه الا احنا ندعي له بالرحمه والمغفره، وبنقول على الله عز وجل انه يجعله من اهل الجنه ويجعل قبره راضي مراد الجنه، واتمنى من الساده المشاهدين انهم يدعوا له. طيب دلوقتي نقدر نقول الفوز الثاني ليكم بعد مباراه الاهلي مهم جدا قبل نهايه الدور الاول. الحمد لله، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كان عندنا اصرار وعزيمه ان احنا بعد نتيجه النادي الاهلي الكبيره ان احنا ما ينفعش ناخد ندي دروب، لازم بنفس الروح والرجوليه ان احنا يعني عشان نعزز مباراه الاهلي لازم نعززها بمباراه سموحه. احنا عارفين مباراه سموحه هنا في اسكندريه ديربي، طبعا فرحه كبيره لاسكندريه هنا، والحمد لله احنا قدرنا يعني اخر العام ان احنا واخر عام المئويه ان احنا نعمل حاجه كويسه جماهير اسكندريه يفرحوا، واول السنه فرحناهم بفوز ديربي بثلاثة بنت احنا يعني كنا نفسنا فيهم، والحمد لله ربنا اكرمنا. اشكر جدا كده يا كابتن علي، وبقول لك انت من الحراس اللي مستواهم ثابت منذ عده سنوات، وبالتوفيق دايما يا كابتن علي. شكرا جدا لحضرتك، انا عايزك طبعا زميل خالد زي ما احنا شايفين فرحه لجماهير اسكندريه.